أهلا بكم. نبدأ من السوق المصرية، فقد حددت سي آي كابيتال السعر الاسترشادي لطرح 41.5% من أسهمها بالبورصة المصرية ما بين 7 جنيهات و29 قرشا و 8 جنيهات و26 قرشا للسهم الواحد. وأوضحت الشركة أنها تعتزم طرح 225 مليون و600 ألف سهم، منها 203 ملايين سهم للاكتتاب الخاص و22 مليون ونصف المليون سهم للاكتتاب العام ب3 مليارات و400 مليون جنيه مصري. وأشارت الشركة إلى أن الطرح سيبدأ في 17 من إبريل الحالي على أن يتم الإدراج في البورصة، سوف يكون طبعا في نهاية هذا الشهر. في أخبار الشركات، طلعت مصطفى الشركة القابضة المصرية أعلنت بأنها ستوزع 17 قرشا للسهم على دفعتين متساويتين عن أرباح سنة 2017. وأوضحت المجموعة أن توزيع القسط الأول سوف يكون ب 24 أبريل والثاني في 28 من يونيو لحامل السهم حتى جلسة 19 أبريل. نلقي النظر الآن، طبعا هذا السهم كما تلاحظون مرتفع بثلاثة وثلاثة أرباع النقطة المئوية. أداء البورصة المصرية الآن بشكل عام عم نشوف لون أخضر، تبقى اليوم الارتفاعات متواضعة نوعا ما، ولكن بشكل عام نحن عم نتحدث عن أداء إيجابي جدا للأسهم المصرية بالفترة الأخيرة وتسجيل قمم تاريخية قياسية لم تسجل قط. أكثر من عامل مهم كان بالبورصة المصرية، أولا مجموعة الطروحات التي أعلنت عنها الحكومة، هذه الأجندة الطموحة للطروحات إن كان في القطاع الخاص لشركات قطاع خاص أو شركات قطاع عام. ليس هذا فقط، يوم الخميس الماضي البنك المركزي المصري خفض معدلات الفائدة، في قد نستطيع أن نقول بأنه هو تأكيد على ثقته بتحسن الاقتصاد وأيضا بتراجع معدلات التضخم، والأوتلوك الآن أنه نشوف المزيد من التخفيضات خلال هذا العام. وبالتأكيد الرئيس السيسي من جديد لأربع سنوات أخرى في ظل عهد كان لأربع سنوات سابقة كان فيها الكثير من المتغيرات على المستوى الاقتصادي، فهذا أيضا بيعطي الزيادة الثقة، ولهيك شفنا دخول على الأسهم بشكل عام. نلقي نظرة الآن على الأسهم المالية في السوق المصرية لجلسة هذا اليوم. التجار الدولي مستقر، بايونيرز على ارتفاع، والقلعة للاستشارات أيضا مرتفعة بحوالي 14 النقطة المئوية. أسهم الاتصالات في جلسة هذا اليوم، إذن تراجعات على المصرية، وكذلك جلوبال تيليكوم ارتفاعات على أوراسكوم للاتصالات. القطاع العقاري بشكل عام مفردات اليوم نوعا ما متباينة نستطيع أن نقول. طلعت مصطفى على ارتفاع، طبعا الخبر توزيعات سودك على ارتفاع، ولكن فيما عدا ذلك عن بعض التراجعات الطفيفة. قائمة الأكثر نشاطا بالحجم لسوق المصري، وين عم نشوف التركيز الأكبر خلال هذا اليوم؟ أوراسكوم للاتصالات، القلعة للاستشارات، والمصرية للمنتجعات، ومن ضمن أيضا جلوبال تيليكوم وبورتو جروب، ولكن مع تراجعات على المستويات السعرية. نتحدث إذن عن الأسهم المصرية بعد قليل. إذن للمزيد عن الأسهم المصرية ينضم إلينا الآن من القاهرة رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية وائل عنبة. مرحبا بك وشكرا لحضورك معنا. يبدو أن الغاء العرض المقدم من فيون لجلوبال تيليكوم لا يزال يلقي بظلاله على البورصة، ما هي السيناريوهات المتوقعة محمد؟ وائل عفوا. أهلا بك. هي كده هيئة الرقابة المالية بتاع